أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المؤمنين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاء ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا
مخاوف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون